تاريخ غربك الكافر تاريخ أسود زاخر بالوحشية، زاخر بالظلم، زاخر بالاستبداد، زاخر بالإرهاب. سنواصل أيها المعلم، سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة، وسنحمل راية العلمانية عالية. لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض. سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز أو تهميش. سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا. سنعلم التاريخ بمجده وشقه المظلم، وسنعلم الأدب والموسيقى وكل تحف الفكر والروح. فقد تهجم وانتقص نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك الوغد المجرم رئيس فرنسا، كسرها الله، تهجم تهجما وتنقص تنقصا، يدل على حقد هذه الدولة على الإسلام ونبي الإسلام وأهل الإسلام. وإذا قارنا هذه الدولة بالإنجليز، فالإنجليز من أشد أعداء الإسلام، وفرنسا أشد عداوة من الإنجليز. هذا الوغد المجرم النصراني العلماني يتهجم على أفضل البشر وعلى أكمل الرسل، ما عرفت الأرض أنبل ولا أكرم منه عليه الصلاة والسلام، أخلاقا ورحمة وعدلا، ولا عرفت البشرية أشمل ولا أكمل ولا أرحم ولا أعدل من رسالته عليه الصلاة والسلام. هذا الوغد النصراني يتكلم عن الإسلام وعن نبي الإسلام، فما هو تاريخك وما هي رسالتك وما هي قوانينك أنت وغربك الكافر من ورائك؟ ما هو تاريخكم وما هي قوانينكم؟ قوانين تبيح الرذيلة والفواحش والزنا واللواط والشذوذ الجنسي، قوانين قتلت الغيرة، قتلت الشرف، قتلت الحياء، قتلت العفة. إذا كانت وزيرة العدل الفرنسية ترفع دعوى في المحكمة لتثبت نسب ولدها لأنه عاشرها 8 رجال في وقت واحد، ما هي قوانينك أيها الكلب النصراني؟ قوانين تبيح الربا الذي دمر الاقتصاد في جميع العالم، دمر اقتصاد الأمم. ما هي رسالتك النصرانية العلمانية التي هي باختصار حب كل شيء إلا الإسلام، حب كل شيء إلا أحكام الإسلام، حب كل شيء إلا نبي الإسلام، حب كل شيء إلا أهل الإسلام؟ ما هو تاريخك وتاريخ غربك الكافر؟ تاريخ أسود زاخر بالوحشية، زاخر بالظلم، زاخر بالاستبداد، زاخر بالإرهاب. العقلاء جميعا يعرفون ذلك عنكم يا إخوة القردة والخنازير. ومن لم يعرف فليقرأ فقط في تاريخ الحربين العالميتين الأولى والثانية، كم قتلوا من الجنود ومن المدنيين؟ قتلوا نحو من 50 مليونا من الجنود والمدنيين في حربين بينهما 20 سنة فقط. ناهيك عن الجرحى، ناهيك عن الخسائر في الأموال، مئات المليارات. هذا تاريخكم أسود أسود قاتم السواد. فهذا التهجم معاشر المسلمين وهذا التنقص سيبين لنا بوضوح عداوة هؤلاء، وأنهم يحبون كل شيء إلا الإسلام ونبي الإسلام وأهل الإسلام. وختاما أقول معاشر المسلمين، تمتلئ قلوبنا غيظا بما يقوله هذا الكلب النصراني في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دينه، لكن لا تكون نصرته بمخالفة الشرع، لا تكون نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يكون الدفاع عنه بمخالفة الشرع، لا تكون نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم بالاعتداء على الأبرياء ولو كانوا يهودا أو نصارى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلا يحملنا امتلاء قلوبنا بالغيظ من هذا الكلب النصراني وأمثاله أن نعتدي على الأبرياء. هكذا لا تكون نصرته بالمظاهرات والدخول في صراع مع رجال الأمن. فهذا الذي يريده الكلب النصراني، أن يثور المسلمون ويدخلون في صدامات مع ولاة أمرهم. ولا تكون نصرته بمقاطعة البضائع، فهذا أمر راجع إلى ولاة الأمر، فمن الافتئات ومسابقة ولاة الأمر بأن نصدر مثل هذه القرارات. ومقاطعة بضائع الكفار، ولو سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاطع البضائع التي تأتي والسلع التي ترد إلى المدينة من المشركين سواء من مكة أو من غيرها، مع سبهم له واعتدائهم عليه
وقتالهم له. وهكذا الصحابة ما كانوا يقطعون البضائع ولا السلع الواردة من بلاد الكفار. وهكذا التابعون، وهكذا الأئمة الأربعة لم يأتي عنهم شيء من هذا. فهذا مرده إلى ولاة الأمر حسب ما يرونه من المصلحة. إنما تكون النصرة، إنما يكون الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نحبه الحب المشروع، وأن نحترمه ونعظمه التعظيم اللائق، وأن نوقره وأن نعزره، وأن نؤمن به ونتمسك بسنته ظاهرا وباطنا، وأن نحكم شرعه في جميع أمورنا، وأن نرفع بذلك رؤوسنا ونعتز به. وننتظر، ننتظر قضاء الله جل وعلا في هذا الكلب وأمثاله من شياطين الإنس. ننتظر قضاء الله وانتقام الله جل وعلا، فإن الله قد قضى. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم انتقم لنا من هؤلاء، اللهم أرنا فيه.